بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن أعظم زينة يتزين بها المرء في حياته بعد الإيمان زينة الصدق، فكما أن الصدق أساس الإيمان، فإن الكذب أساس النفاق، ولا يجتمع إيمان وكذب إلا وأحدهما يدفع الآخر، فالصدق هو اشرف الفضائل النفسيه وهو زينه الحديث وهو سبب الاستقامه والصلاح وسبب النجاح والنجاه والفلاح ما نجى من نجا في حياته الا بالصدق وما هلك من هلك الا بالكذب وعدم الصدق قال الله عز وجل امرا عباده المؤمنين ان يتحلوا بهذه الصفه قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وصفهم الله عز وجل بأنهم رجال. وصفهم الله عز وجل بأنهم رجال، واستحقوا هذا الوصف لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولنا هنا سؤال. كم من عهد أخذته على نفسك بينك وبين ربك ثم خنت العهد وضيعته. كم من عهد أخذته على نفسك أن تحافظ على الصلوات في جماعة ثم تكاسلت وضيعت الصلاة. كم من عهد أخذته على نفسك أن تأكل الحلال وأن تبتعد عن الحرام فوقعت في الحرام. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الصدق ليجزي الله الصادقين بصدقهم. والمجتمع في أمس الحاجة للتخلق بهذه الصفة لتكون السمة العامة لأفراد المجتمع. حتى يتحقق الرقي وحتى يتحقق الاكتفاء بسبب الصدق في المعاملات والصدق في العبادات والصدق في كل حياه الانسان. ومن يمعن النظر في سنه النبي صلى الله عليه وسلم يجد ان النبي قد اوصانا بهذه الصفه. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وصية نبوية جامعة للخير كله عليكم بالصدق لماذا؟ لأنه يوصل إلى البر والبر طريق موصل الى الجنه فاذا صدق الانسان في قوله وامتثل الصدق في حياته فان الله يبشره بالجنه والنبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنه الانسان مامور بالصدق في اقواله وبالصدق في افعاله وبالصدق في احواله الصدق في الافعال ان تصدق في كل قولك وفي كل كلامك وأن تتورع في كل كلمة تقولها وأن تفكر ألف مرة قبل أن تتكلم مرة أن تفكر ألف مرة قبل أن تتكلم مرة فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضا الله لا يلقي لها بالا فيرتفع بها في الجنة سبعين خريفا وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار سبعين خريفة إن كنت صادقاً فسيصدقك الله إذا وقعت في مأزق من مآزق الدنيا لن تنجو إلا بالصدق قال صلى الله عليه وسلم الصدق من جاه وإن كنت صادقاً فسيصدقك الله قالها صلى الله عليه وسلم لرجل جاء إليه وقال يا رسول الله أرأيت إن آمنت بك وصدقتك؟ وجاهدت وهاجرت معك فأين أكون؟ قال في الجنة. قال أبسط يمينك أبايعك فبسط النبي يمينه وبايعه الرجل على ذلك فآمن بالنبي وصدق به وهاجر وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت غزوة من الغزوات جعله النبي على ظهر الإبل فكان يسقي الإبل فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم فرض له عطاء فقال ما هذا؟ قال قسم قسمته لك فقال يا رسول الله والله ما على هذا تبعتك ولكني هاجرت وجاهدت معك حتى اقاتل معك فاضرب بسهم في مكان يدي واشار الى حلقه فاموت فادخل الجنه قال ان كنت صادقا فسيصدقك الله عز وجل ودار القتال وجعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المقاتلين فما هي الا لحظات قليله واذا بالرجل قد رمي بسهم في المكان الذي اشار اليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهو هو ذاك الرجل قالوا نعم يا رسول الله قال صدق الله فصدقه الله عز وجل فاذا وقعت في مازق من مازق الدنيا فلن تنجو الا بالصدق قال صلى الله عليه وسلم الصدق من جاه وقديما قالوا لو نادى مناد في السماء أن الكذب حلال ما كذبنا لأن مروءتنا تمنعنا من ذلك فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين